السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم هو يعني نشوفه نتيجة المسابقة اللي كنت قدمت، واللي اللي غتربح أو اللي غيربح غيربح هاد يعني هاد الروبو أو هاد محضر طعام متعدد الاستعمالات 7 في 1. بالطبع كانوا عدة مشاركين اللي شاركوا اللي كنشكرهم، ولكن الجائزة هي عبارة عن جائزة واحدة، وغتشوفوا الطريقة باش غادي نعرفوا اللي فاز. قبل ما نتكلم او نحدد الفائزه او الفائز، انا واحد السيده كانت كتبت لي في تعليق على هذا روبو متعدد الاستعمالات، قالت لي بان هاد الجائزه انت شحال هذه وانت دايرها وكتستغلي الناس. خصها تفهم هذيك السيده ويفهموا الناس اللي ما عارفينش بان فعلا هذا الروبو او هذا محضر الطعام متعدد الاستعمالات انا كنت قدمته في مسابقة سابقة، لكن بما ان الاخت اللي ربحت جزائرية ومع كورونا لقيت بانني مشيت للبوسطة وقال لي ما يمكنش تصيفطيها، اذا فعوضت السيدة يعني مقدار الفلوس ديال هاد باش شريت هاد الجائزة. وبما ان هاد الجائزة بقات عندي قلت علاش لا، هاد المرة غادي نفتح المسابقة في وجه يعني مغربيات اللي ما يكونش عندي مشكل انني نرسل لهم جائزه. وانا القناه ديالي كنت قدمت عده مسابقات من قبل، وان كل وحده فازت الا وكتوصل بجائزتها، ما كاين علاش انا غادي نقدم جائزه وما نصيفتها شيء. هذا فقط للتوضيح. كتشوفوا في نفس الوقت بان هذا محضر الطعام انا حيدته من العلبه ديالو، فعلا كيحتوي على عده اكسسوارات هي مهمه لربه البيت، بما انه كيقطع وكيطحن وكيعصر ويعني وكيلغاب او كي المهم كيصوب السلطه، اذا المهم كيقطع بوابر، اذا فهو يعني مبروك على اللي فاز به. غنشوفوا الان الطريقه باش غادي نشوف يعني النتيجه ديال هاد الناس اللي شاركوا. اذا غناخذ يعني الصفحه تاع كل واحد وغنشوفوا عدد الدقائق، ومن بعد غنحدوا الشخص اللي عنده اكبر عدد من الدقائق. اذا كتلاحظوا كاين اسم يعني الفيديو وكاين المده الزمنيه فهاديك بيرفورمانس دي فيديو، كاين المده الزمنيه تاع يعني امتى تعرض الفيديو شحال حتى الان، وشوفوا في الاخير السطر الاخير راه كاين عدد او الدقائق شحال من دقيقه تشاف. اذا انا في المسابقه قلت شحال من دقيقه يتشاف، اللي عنده اكبر عدد من الدقائق ماشي اكبر عدد اللايكات ماشي اكبر عدد المشاهدات، اذا يعني ان الفيديو يكون تشاف كله انه عجب الناس. من خلال هذه المعطيات غنلقاو بان الفيديو اللي فاز هو فيديو وصفة كورية لتبييض وشد البشرة وهندية لتكثيف الشعر، اللي حصل على أكثر من 7000 دقيقة مشاهدة. والسيدة مولاة هذا الفيديو هي السيدة أم سعد من مدينة مكناس. مبارك عليك محضر طعام، نتسنى إن شاء الله التصليبيات، تعطيني يعني العنوان ديالك وإن شاء الله فرسل لك الهدية ديالك حتى البيت بإذن الله.